تم عشان مهتمية بالتعليم الفني. معرفش حد منكم يقرا الدستور ولا لا؟ قريتوه؟ في نص خاص بالتعليم الفني. مادة كام؟ مادة 22 ولا 20؟ تلتزم الدولة بتشجيع التعليم الفني والتقني والتدريب المهني. النص الناس اللي تحط الدستور مش حاطينها من فراغ. مش حاطينها عشان كمالة. لأنه زي ما قلت لكم من البداية خالص إن إحنا محتاجين تعليم فني، لأن التعليم الفني هو بينهض بالأمم في نهاية الأمر، ولتطويره والتوسع في أنواع كافة وفقا للمعايير الجودة العالمية وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل. نمسك ده عشان التعليم يتناسب مع سوق العمل ولا ما يتناسبش، واحنا بنعمل ايه طب وليه والحاجات دي. لكن انا بس عايز اقول لكم كمبدا، يعني جيت حتى الدستور معايا، المبدا الرئيسي ان احنا عايزين تعليم فني صح. امبارح كان عندنا اجتماع في صندوق تطوير التعليم، وكان السيد رئيس الوزراء ومجموعه من الوزراء، كل ما حد يجيب سيره التعليم الفني سواء جامعي او قبل الجامعي. احنا عايزين ننفي ده عننا، وعايزين نقول للدنيا كلها لا احنا مصريين، وان احنا عندنا تعليم فني جيد، واننا احنا عندنا اخطاء وعندنا قصور في بعض الحاجات، بس احنا هنصلح. نصلح عشان نبقى كويسين، نصلح عشان ولادنا، نصلح عشان بلدنا، نصلح عشان المجتمع، نصلح عشان نعمل حاجه. واحنا الشباب، واحنا اللي هنغير. نستطيع ان احنا نغير؟ اعتقد نستطيع ان احنا نغير. نستطيع نعمل حاجات حلوه قوي في البلد دي لو كل واحد فينا اخلص فيها، ولو كل واحد بالفعل ادى اللي عليه. ده عايزين نقعد مع بعض ونتكلم فيه، عشان البلد دي مهتميه بالتعليم الفني. بقى في مشروع لتطوير الكليات التكنولوجيه. هو واحد في اداره المشروعات اللي اكتشف الدكتور احمد ماسكها، والاستاذ الدكتور احمد العسل برضه ماسك مشروع تطوير الكليات التكنولوجيه. وما فيش واحد، لا انا اعرف لوحدي، ولا الاحمدين هيعرفوا لوحدهم، ولا الاستاذ سيد عطا في الوزاره يعرف لوحده. الاصلاح لابد كلنا منظومه، لابد كلنا، كل واحد فينا، كل واحد فينا له دور، وكل واحد فينا قدره كبير واهميته كبيره ودوره في منتهى الاهميه. مفيش حد فينا ابدا يفكر يا عم هو انا اللي هعمل، انت اللي تعمل، وانا هاجي ايه في الدور، لا انت مهم جدا في الدور. كل واحد في حضراتكم اللي موجود معانا واللي مش موجود معانا له دور، ودور مهم جدا في نهوض منظومه التعليم الفني العالي في مكانه، عشان نقدر نعمل تعليم جيد اغلب الدول الاخرى. فمن هنا بفكر بالشكل اللي بقول لحضراتكم عليه ده، احنا بنعمل ايه؟ رايحين فين؟ مردوده ايه؟ طب ايه المشكله؟ ازاي نتغلب عليها؟ وهل ممكن نتغلب ولا ما نتغلبش؟ ولا في مشكله؟ ومن بين الامور اللي افرحتني جدا اول ما لقيت قلت لهم طب ادوني ال 45 معهد اللي عندهم. صراحة انا سعدت كل السعاده حينما رايت التخصصات. حاجات جميله جدا في الملاحه البحريه وفي الحاجات اللي الواحد بيفكر فيها من اقوى الفندقه والحرف والصناعات والحاجات، لو انها تتم على ارض الواقع بالشكل المطلوب في عشرات الالاف من الطلاب اللي موجودين عندنا في المعاهد بتاعتنا، والله ما كان عندنا مشكله، يبقى عندنا ثروه هائله وثروه طائله. اما بعدت بقى شويه وقعدت استفسر واشوف، قالوا لي احسنك ما تعرفش، لكن بس انا اصر اعرف واصر اكثر. وانا من النوع اللي انا لو ما فيش حاجه ما فيش حاجه بعيده. طالما ان الواحد مؤمن بالله سبحانه وتعالى وبرسالته وبانه بيؤدي دوره، ان ربنا ما يحاسبني، انت مسكت سيد عبد الخالق الفتره دي في كذا، انت ما اهتمتش بيه. لا انا هعمل اللي عليا واشوف اللي على الله ان شاء الله، واحنا كلنا مع بعض نقدر نعمل حاجه كويسه. عندنا معاهد حلوه، عندنا معاهد كتير،
عندنا معارف منتشرة في كل مكان، صحيح بنعيد النظر في بعض بنود اللوائح، بنعيد النظر الهيكل نفسه محتاج إعادة نظر، كليات التكنولوجيا بالشكل اللي هي عليه، وهذا هتفضل كده في أمور أخرى تنظيمية ما تعرفوش قوي، وإنما إحنا لابد إن إحنا هنجد حل للمشاكل اللي موجودة عندنا بالتعاون مع الزملاء في الوزارة، وبالتعاون مع الوزارة في الزملاء في وحدة إدارة المشروعات، وهو مركز تابع للوزارة، فكلنا في وزارة واحدة، وكلنا بنشتغل في النهاية كفريق متكامل مع بعضه بإذن الله تعالى. وبالتالي ما يبقاش هيبقى على ميزانية الدولة ولا حاجة، لكن بالعكس احنا
ماسكة تمسك العقل في المدرسة دي، كانت من أهم الخطوات المعتبرين، يعني في ناس كتير جدا
كويس، بس كمان مش بس كويسة،